السلام عليكم. أنا دنيا مجبل، ENT كونسلتنت في مجمع الدمام الطبي بالمنطقة الشرقية بالسعودية. بتكلم عن موضوع حساسية الأنف والجيوب الأنفية، وهي عبارة عن مشكلة منتشرة في نسبة كبيرة من الأشخاص في المنطقة. طبعاً حساسية الأنف من المشاكل اللي قد تتسببها أشياء كثيرة حوالينا، مثل التعرض للغبار، الدخان، الروائح القوية، العطور وحبوب اللقاح، وممكن أنها تكون مشكلة موسمية لفترة معينة من السنة، أو أنها تكون خلال السنة كاملة، وعلى حسب صعوبة المشكلة يترتب عليها العلاج وخطة العلاج. المريض قد يعاني من أعراض مثل احتقان، الحكة، العطاس المتكرر، انسداد في الأنف، وممكن أنه يترتب على ذلك الصداع والإرهاق وضعف الإنتاجية في أثناء العمل أو في حياته اليومية. علاج هذه الحالات قد يبدأ بالوقاية من أسباب حساسية الأنف والجيوب الأنفية بقدر المستطاع، بالإضافة إلى العلاجات التحفظية الأخرى كاستخدام الغسول المتكرر، استخدام البخار، واستخدام مضادات الحساسية وبخاخات الجيوب الأنف والجيوب الأنفية. في حالات شديدة اللي نكون غير قادرين عن منع الأعراض، ممكن أنه نلجأ إلى العلاج المناعي، وهو علاج لفترة طويلة وأثره يكون تخفيف الأعراض وبالتالي قلة الاحتياج للعلاجات الحساسية. أتمنى أنه تكون المعلومات مفيدة إن شاء الله، ونتمنى الصحة للجميع. شكراً.